هذا يسأل عن صيغة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، هل تقول صلى الله عليه وسلم أو تقول اللهم صل على سيدنا محمد؟ كله سوى يا أخي، كله سوى. إن قلت اللهم صل وسلم على محمد اللهم، أو تقول صلى الله عليه وسلم بدون اللهم، كله الحمد لله جائز.